بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم الجرعة الثانية من لقاح كورونا. يوم سبت عطلة شوارع فارغة، قلت اتوجه نروح نلقح الجرعة الثانية. عم دخله صور تالي ورانا الدوائر طلبوها بالسفر كل مكان. بعد صار وقع حال، رحنا انتظرنا شوية، جهزنا السرة، يعني ماكو ازدحام على هذا المكان، مكان مال تلقيح. ناجع فور بقور يلعبون، وبقور شبع رقعات كل ساعة، وعنجرة راسه وكل ساعة يوغا. المهم مر الوقت لحد ما جا سرانة ضربوني أبرة، وقاموا توجعني يدي. قلت خلي عوضها روح نضرب مندي، ما مسوي المرة غدا وجهنا. المهم رحت المندي بحق الجامعة، استقبلوني استقبال الصحابة، طبقت هلا وشو بدك وشو هيدا، كله سوري. المهم اختارت مكان جلسة عربية عمود اتمدد ارتاح بالقعدة، وجهها براحتهم عمود هذا بقولهم كل ساعة يوقع، خلته يوقع على سفنج ما يتأثر. اختارت نهاية المحل بالركن على البخيخ، قعدنا نزلونا المقبلات سوق مال دجاج، هذا مطعم حي الجامعة. قرأت عليه بالفيسبوك رخيصة شوية، مندي وتمن ومقبلات وحمص بطحينة وزيتون وبتنجانية، واحد يعيش حياته، لا واحد يدلع نفسه. المهم أنا أقول لكم هنا بطلون شوية ضيق علي، وهاي قلت خلي نزعل نهاية المحل وخذت له عمود واحد الكرش ياخذ وضعه الطبيعي وترتاح بالاكل. والله انتظرنا 5 دقائق وجابوا لنا المندي، وهنا جعفور ذاك الشورب والمقبلات، حتى الاكل بقى قلت له حط وياه سفري واخذناه للبيت ويانا. مط فلوس مط. عشان اليوم وشوربه ومندي دجاج ويا طماطم وزني. وصل المندي وانا اخذت وضع الطبيعي، ارتاحت مددت ارتاحت على المكان هذا، قاعدة العربية والسفنج والدوشك الزين، وهذا التمن يخبل كله على الفحة، والدجاج دجاج زلنا نصين كل نص بلم، ها كلها وين المقبلات والشاي، ولابثين 20,000 دينار وماي طلب وتحمص بطحينة، وطلبنا سوب مرلوخ وماي وخبز حار كلش طيب. أنا أقول لكم دلعت نفسي، وجهور وجعفور وبقور هم شبعاء ومجعفور هم ويانا خوش شكل طيب. خليك من جعفور. أنا قاعد جعفور قاعد ياكل وعشاك الحمد لله والشكر. هاي بانية بها لحم، طلب له فاصولية، هم هي بانية وفاصولية والتمن، هذا المندي والدجاج يخبط ولا بريحة زفر. أقول لكم حتى شوي واحد غير جو والأبرة يعني ما يحس بيها برد كورونا. وهاي وبعد هاي الحمد لله على كل حال، واحد لازم يدلع نفسه ويعيش حياته حياة خلصانة، والحب والحنان قلب الحياة. كلش طيب والله في الحال. شوف شلون الدجاج يخبو، الله شلون مستوي وكله ذبح. قلت له واحد ذبح، اذا مو ذبح ما اكل، ذبحه على الطريقة المندية اليمنية. طيب كلش طيب. من جعفور مدد بقور ما نهتم، يوقع يرقع ما يهتل، هنا اسفنج ما يتأثر. انا اختاريت هالجلسة لقيتها بالفيسبوك، قلت انا اريد لي جلسة بالقاع حتى واحد يرتاح يفتح بطرونه يرتاح شوي يمدد. وهنا تم نفس الاكل، نسف للاخير، والباقي حطيناه دليفري وطانية والحمد لله والشكر. تحياتي، مع السلامة.